الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: وهو أسل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس منزلك وحقون بعد يي إلي جيران بطسو إبتداء في أي بطك أغطو ميان جدك إلهي أرموين فربضان أو إله دين تيسا للرب إن مركا الله غهر تغو وحاكم إذا موضوع عن ربنا إن أنقلت كهضلنا كاسو قصاصا تغيسي بهيسها إيا حكمك الله غطل قلي أنا إليهين تغيسي بهيسها هيسو وحي كمد يهين وحيابها قلبك طلاليا وحي كمد يهين وحيابها إلهي دين في صدقك كدرجيا وحي كمد يهين وحيابها شياطين تفرح جليا إلهي نقو كعروب سبحانه وتعالى سذا درتير وحالو بطرق لي بلشد مسلمين تأه أوطن إلي إسك إلاليان كنكو غاذان هيسها يتباتو ينك إليهين إلى كتاب كيس منزلك وحقو كير ومن الناس من يشتري دبك وحاك مبأه ولسو إبستاء قرانيس لهو الحديث حديث مبك لهو غاء وحلقو داه داه قولقو ما ويل حديث يشيكاء أيا كمدا دبك كوا مركا كبيع مشترى أما مركا سو إبستاء ليضل عن سبيل الله في أي دبك أغطو ميان إلهي جد كيسة ماشي قرآنك كأقرن لهايين أيي هيسها قاضان ماشي دينت إيا وعدك كتغيس لهايين أيي موزق إيا هيسها كتغيستان ليضل عن سبيل الله بغير علم وقال إيا علم لعان وحي سذا أيليان ودينت ألقو أي سفي عن أفهم وعقل قوذ إيا قلب قوذ أن دينت كدادقين ويتخذها هزوا وحين كدكتان أرنتا أرن هزوء وحلق ضعه أولق جزجيسو أما مركا لقو لهو سدو أولئك لهم عذاب مهين دكا سدا وحيالا وحي إليهين عذاب مهين أدل الصاحب أيو يرئي إلى سبحانه وتعالى إن والبقو هيس كدداشا قال والبقو سوء ستعجلوين كأي كدو بيهين قال والبقو أرياقض أما جعلات أما مر والبسوء ويساء لهم عذاب مهين وحا أسقنا ذي عذاب مهين عذاب دل إيطبات الصاحب أي إليهين وإذا تطلع عليه وحكا قدر انضطك هيسها كدذال مر والبوحي ديذان آياتك إلهي حق مرك الله شهده إيا الدين تمرك الله بيانيه ما أقول إله وحيري وإذا تطلع هذه اللغو أخري عليه كاكركيس ومتك هيسها الرياق متك سودوية وجعل آياتنا آيات كان هذه اللغو أخريه ماشو كراعي لها وسودوان لها دين تألا تاقير لها ولا مستكبرا وجيسنا وكجيسنا أسقو متكبر أسو إسوي وينيسيناي أو مر والبرر إنو دين تألا ككبرك كأن لم يسمعها وحاد أم ليس سيدي أسقو سن آيضها ألم مقلن إلين دقها أيوك قفليهي عندها أيوك لأيهي وحاكم قن هدايذي إيا وحي ربي ودوين لها أو آيذه سي جعليسين لها مركزتو آيذهين اللغو أقري ولا مستكبرا وجيسنا وديك الله أيوك جيستا حيثه آداء أحاديث أيوك جيستا فنانين تو الرياقا نبي قصو نبيس أيوك اللحظة وحيابها أي فنانين تصميين أيو راعا رسولك أيو تاريخ ديس إيس نديس إيسير ديس برانين لكن أبوانين تأي فنانين تأي اللغة يابا أما بضنبا إنو وحبا تاريخ ضوضا إيا وح أيهين أوكد ذالو آيات الله مرك الله أقري ولا مستكبرا كأن لم يسمعها وابتري أسدون آياتها الله مقلب كأن في أذنيه وقرا دقيه سنة إني كسقيهين عليس يتججك فبشره بعذاب أليم وحاكو بشاريسا كعذاب حنون بضن سيدا أوهيسا أدحقال جهنم اللو دحقليا
sida uu diinta u naco rabbi u naca sida uu xaqa uga leexday ayaa jidka mustaqiimka looga leexiya haddaba mar walba oo alle agtiisa uu ka leexdo iyo xaqana uu raaci waayo xaaladiisana ay sidaa noqoto waxaan ugu bishaaraynaynaa kuwa cadaab aliima oo xanuun badan haddaba walaalayaal aan iska ilaalina heesaha mujtamaca maanta jira badankiisa waxay aad ugu dadaalaan ama ay raacaan waxa lagu magacaabo fanniga iyo heesaha habeen iyo maalin ayay dadku ku dhex socdaan meel walba oo la aado iyo meel kastoo joogto maanta waxa camimay waxa lagu magacaabo heesaha sidaa darteed ayaa quluubta dadka muslimiinta badankoodu ay noqotay maanta heesahana ay ku noqotay sida nafsada ay uga soo baxda iyo neefta oo kale maca daalika waxaad arkaysaa jiilka muslimiinta ah ee maanta jooga inay noqdeen kuwa heesaha u riyaaqa oo raaca oo mabda ahaan u aaminsan waxa lagu hormar oo ilbaxnimaduna inay tahay macnaha heesaha muslimiinta maanta joogta jiilkooda haddaad su'aasho oo aad mid ka mida weydiiso ama gabdhaha yaryarka ah ee da'da yare soo koraaya iyo wiilasha saas oo kale ah haddaad weydiisa maxaad doonaysaa inaad mustaqbalka noqoto maxaad rabtaa inaad mustaqbalka ku soo baxdo wuxuu leeyahay uriidu an akoon waxaan rabaa inaan noqdo fanaanan mashhuuran nin fanaana oo caan ah najmi saatica oo bannaan ka yaala iyo xidiga fanaaniinta inaan noqdo ayaan jeclahay taasuu kugu jawaabaa waa shay aad looga naxo waa arrin murugo leh inay muslimiinta xaaladoodu sidaa noqoto in badan oo ka mid ah haddaba walaalayaal heesuhu waa xaaraam waxay ka mid yihiin waxyaabaha alle diintiisa qofka ka fogeeya waxay ka mid yihiin waxyaabaha qalbiga qalajiya oo diinta ilaahay mar kasta kaa durjiyee walaalayaal ka fogaada oo ka durqa ha raacina oo ha dhegaysanina rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax badan ayuu dadka uga digay war heesaha dhegaysigoodu waa shay aad iyo aad u fool xumo ah waa shay dhibaato badan oo rabbigeen noo diiday war diinteenna inaan raacnaa nala amray aayadaha qur-aanka inaan ku dadaburno oon raacno oon aqrino oon ku qushucno indhaheena ay biyo uga soo qubtaan macal asaf waxaad arkaysaa maanta qur-aanka marka la aqrinaayo waa ku sheekaynaa ama maba dhegaysanaba marka qur-aanka la daaro dadku way ka kala ordaan heesaha marka la daaray u soo riyaaqaan waa u qushuucaan indhahooda ayaa dadka gobolka midabiya uga yimaada heesaha dhegaysigooda dartii ilaahayna wuxuu yidhi alladiina ittakhaduu diinahum lahwan walaciba dadka qiimaha aan lahayn ilaahay agtiisa aan khayrka iyo wanaagga u oolin cadaabka loogu talagalay in la geliyo oo mar walba jahannamo loo diyaariyey waa kuwa diintooda ka dhigtay lahwiga iyo cayaarta ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala diintooda ayay lahwi ka dhigeen wax lagu daahdaahay ka samaysteen alladiina ittakhaduu waa kuwa ka samaystay diinkooda lahwiga iyo waxyaabaha lacibka iyo cayaarta ah yay ahaayeen dadka laga hadlaayey waa dadka naarta la geliyey waa qolada asxaabu naarta ah ileen ilaahay ayaa yidhi wanaadaa asxaabu naari asxaaba aljanna dadka asxaabu naarta ah ee naarta asxaabta u noqday waxay u soo naadinayeen dadka jannada ku jira jannada waxaa galay dadkii aayadaha alla aqriyey diinta raacoo ku dhaqmay xaqa fuliyey oo diinta kor u qaaday jannaday galeen dadkii heesaha ku raaxaysan jiray dadkii heesi jiray iyo kuwii alifi jiray iyo kuwii jeclaa intaba cadaabkay galeen qoladii cadaabka galay ayaa kuwii jannada galay u soo naadiyey waxay dhaheen an afiiduu calaynaa min almaa war kulayl daran ayaa naarta nagu haaye biyo korkeenna ku soo daadiya war jahannamaan ku jirnaa annaga dhegaheenna ayaa nasaas iyo rasaas naareed lagu shubay bacdamaan dheheesaha iyo waxyaabaha kale ugu raaxaynay qalbigeenna ayaa xumaan iyo naar ay cuntay ileen naar ayaa jirta loogu talagalay inay qalbiga cunto xutama ayaa lagu magacaaba wamaa adraaka malxutama naaru llaahi almuuqada allatii tatalicu cala alafida waxay daalacataa quluubta
قلبي هي سهل لغو حفظيي هي سهل لغو كيذيي هي سهل لغو جعلاذي كطال عطا تاسي عنطا أيو رب تلمامي سبحانه وتعالى هدب قلبي جينا أيا سراء أهل الجنة بيها قبوغا نغصو داذي أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أما وحي إله إذنك أرزقي أو حالها يتمار تجنبا نغصو داذي وركرنو غسو رذا ساسي ليه دبك أهل النار كأها أو مما رزقكم الله أما وحي إلهي إذن كقوذي أهل جنها محيضها يقالوا إن الله حرمهما على الكافرين إلهي واك حاران تنيني بيها جنها إي رزقك جنها حكافرين تكركوضا ييهن دبك والذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ودبك دين كوذا لهوي بان إي عيار إي الله إتكتكتي أو وغرتهم الحياة الدنيا نلوش أدونك أي كذيسي نلوشان أدونك أياسرتي دينت الله أيك ليحسي حمانت أي أصوب بمدحين هيسها أي جعلاذين رواية ذهي عميرين أو مساجد ذي قرابيين قلبي قودة دين الله قطرتري أو هيسا لقبوحيي وغرتهم الحياة الدنيا نلوش أدونك أي مشغول صيف اليوم ننصاهم ما أنت وإلو بينا أيوضه إله سبحانه وتعالى عذاب كالله الماما كما نصو لقاء يومهم هذا سيء إلو بين ما لنتان لكلان كذا ما لنتان إلا لكل ما يؤي أي إنكرين أي إلو بي سيء الماما دينتين أيان ما أنت عذاب كأغو إلو بينا إيا وما كانوا بآياتنا يجحدون أهاشه أي أهايان كو آياتنا إنكرا أيو يري إلى سبحانه وتعالى آياتها اللي إنكرين دينت عليك اللحذر ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وحان أولاني من الكتاب كتاب كاسو فصلنا يأو عدينا يشي والبا علمي إيهنون كسوغر محرسنا مؤمنين تأوه هدى ورحمة لقوم يؤمنون قوم كإيمان كله أيوهنون ويهي قوم كإيمان كله أيو نحرس ويهي كتاب كا إيكا ويكا تغين ووارائي وايين مبادئ ذي الدين تأييك بدلين هيسو وحيك بدلين عيار وحيك بدلين قرار يا وحيابك لو ربي حاران تنيني أنا قونا كتاب عد وحوال بأو عدايا أيان مركاء لنمت إله محويري أوكالي هل ينظرون إلا تأويله ما وحي سقايا ضبك هيسها كراحيسها دقهو ذاك بوحية دين تألن عيئو كتغي إلا قرآنك إيا كتابك تأويشي سماهاني وحقوك هدلي أو قيام أهماهاني ما وحك لي سقايا ورمحي دين تأرائي وايين محي حق أتاقيري وايين محي صلاة أبران وايين أو أي أتكن وايين يوم يأتي تأويله ما لنت تأويل كيس أو إمانا يقول الذين نسوه من قبل كوي هري إلو بي أو كتابك ألكتغي وحي ضهيا قد جاءت رسول ربنا بالحق وحانو يمت رسول ربكين أو حقوطا دين نو شاقي هاسه إني حراميه نو شاقي وحان إني ممنوعيه رسول نو شاقي أيا هري نوب يمت وراعي ويني وكتقمي ويني إيفها لنا من شفعاء وحقر جارة وحشفع أحملين هاي أوفا يشفع لنا أنا جمر كان ناشا فيع أنو إرجي من نسو جيهيل دين تألن دين نون كلي حمي حقا إنكرني وحن رعني وحي شياطين تو أي كينين إيفا لنا من شفعاء كو شفعاء أو إرجي أو وحنا ترى مهلينا أوفا يشفع لنا أي ما أنت وحنا ترى أي ما أنت الحقيس نوغا شفيعان أو نرد فنعمل أما سعلتان مهلينا أدونك النلو علي والله فنانين دنبا مجا